الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول محاكمات مدنية 2 لمؤلفه الدكتور أيمن أبو العيال، الوحدة التعليمية 3 بعنوان تصنيف الأحكام وآثارها القانونية، تقدمة مبادرة ضوء بصوت أمل عنبر. يغطي هذا التسجيل الدرس 3 والأخير من الوحدة التعليمية 3، أي الصفحات من رقم 49 إلى رقم 54، وهذا يشمل الفقرات التالية: الآثار القانونية للحكم القضائي، وتتضمن خروج النزاع من ولاية المحكمة، حجية الشيء المحكوم فيه، إضافة إلى التمارين الموجودة في نهاية الوحدة. ونبدأ بالآثار القانونية للحكم القضائي، وهي: 1- خروج النزاع من ولاية المحكمة. وورد فيها: إن الحكم ينهي النزاع، وتستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة إليه، فيمتنع عليها تعديله أو العدول عما قضت به، أو أن تحدث إضافة إليه، كما يمتنع على سائر المحاكم إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم، إلا إن كان طرح النزاع أمامها في صورة طعن قرره القانون. وتنطبق هذه القاعدة بالنسبة إلى سائر الأحكام القطعية بالمعنى المتقدم للحكم القطعي، موضوعية كانت أم فرعية، وأنهت الخصومة أو لا. وتعد هذه القاعدة من متعلقات النظام العام، لأن القاضي استنفذ جهده فيما قضى به، على خلاف الأثر القانوني للحكم المتمثل بحجية الشيء المحكوم به، فهذه الأخيرة لا تتعلق بالنظام العام، ذلك لأن سلطة المحكمة بشأن المسائل المعروضة عليها في الدعوى تكون قد انقضت بصدور الحكم فيها، وبانقضاء ولايتها لا يجوز لها إعادة البحث فيها أو أن تعدل قضاءها فيها ولو باتفاق الخصوم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه، فإنه يقصد بها استقرار الحماية القضائية التي منحها الحكم بالنسبة لأي خصومة ترفع في المستقبل وأمام أي محكمة أخرى متى توافرت شروط الحجية. بكل الأحوال، يشترط لإعمال حكم القاعدة المتقدم، أي حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة، أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا، سواء كان حكمها صحيحا أم باطلا أم مبنيا على إجراء باطل. كما يتعين أن تكون قد فصلت فيه بحكم قطعي، فإذا أصدرت حكما غير قطعي متعلقا بسير الدعوى أو إثباتها، جاز الرجوع فيه أو تعديله، وكذا إذا أصدرت حكما وقتيا فإنها تملك تعديله أو العدول عنه إذا تغيرت الظروف التي قام عليها الحكم وفق التفصيل الذي تقدمت دراسته. 2- حجية الشيء المحكوم فيه. ألف: تعريفها. حجية الشيء المحكوم فيه هي حجية الأحكام القضائية، أي أن الحكم حجة بين الخصوم فيما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز لأي منهم أن يعود إلى تجديد النزاع في دعوى جديدة. وقد قررت هذه الحجية المادة رقم 90 من قانون البينات السوري. الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق،
ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم. وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا، ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها. وورد أيضا: ولا سبيل إلى التخلص من حجية الحكم إلا في سلوك إحدى طرق الطعن المقررة قانونا، فلا تتقيد محكمة الطعن حجية الحكم في حدود هذا الطعن، إنما لا يجوز رفع دعوى مبتدأة تطرح النزاع من جديد، إذ لو أجيز ذلك لترتب عليه تأبيد المنازعات واحتمال صدور أحكام متعارضة في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم، وهذا من شأنه أن يفقد القضاء احترامه في النفوس. وورد في الهامش هنا: لعل هذا التبرير الأخير يستلزم عند حجية الشيء المحكوم به في المسائل المدنية من النظام العام، وهو ما اتجه إليه قانون الإثبات في مصر في المادة رقم 101 منه. وقد اتجهت محكمة النقد السورية إلى أنه لا يجوز إقامة الدليل كسماع الشهود ضد القرينة القانونية القاطعة، وكان الحكم المكتسب الدرجة القطعية هو المثال عن القرينة القانونية القاطعة. ب. الطبيعة القانونية لحجية الشيء المحكوم فيه. حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل المدنية ليست من النظام العام، فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، بل ينبغي أن يتمسك صاحب المصلحة ويدفع بها، ويجوز له أن ينزل عن حقه في الدفع بها تنازلا صريحا أو ضمنيا، وإذا نزل عنها فلا يجوز له الرجوع، كما لا يجوز له أن يتمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إنما يجوز له ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. فالدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ليس دفعا من الدفوع الشكلية التي تسقط بمحض التعرض للموضوع، على أن القواعد الخاصة بحجية الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراز من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع. فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الخصوم بصفاتهم، واختلف أيها في الدعوة الثانية عما كان عليه في الدعوة الأولى، وجب التقرير بأن لا حجية للحكم الأول تمنع الدعوة الثانية. وورد في الهامش هنا: على خلاف المسائل الجنائية فحجية الأحكام الصادرة فيها من النظام العام، لأنها تمس مصلحة أساسية في المجتمع ولا تتصل بمصلحة المتهم أو المجني عليه وحدهما، فلا يكون لإرادة الأفراد وزن إزاء هذه المصلحة الأساسية. ورد في الهامش أيضا حول النظرية العامة للالتزام: أحكام الالتزام والإثبات، إسماعيل غانم، مكتبة عبد الله وهبة بمصر، عام 1967 وما بعدها. وقد نبه سيادته
إلى ضرورة عدم الخلط بين حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الشيء المحكوم فيه، فالأولى تثبت لكل حكم قطعي، وهو كما مر كل حكم يبت في النزاع أو في شق منه، سواء كان قابلا للطعن بطريق عادي أم غير عادي، أم ليس قابلا لشيء من ذلك، فلا يجوز في دعوى ثانية بين نفس الخصوم بصفاتهم نفسها إعادة طرح النزاع ذاته محلا وسببا، وتبقى له هذه الحجية ولو طعن فيه، ولا تزول عنه إلا بزواله بإلغائه في الاستئناف أو بنقضه أو بقبول طلب إعادة المحاكمة فيه. أما قوة الشيء المحكوم فيه أو قوة الأمر المقضي فلا تثبت إلا للأحكام الانتهائية التي لا تقبل الطعن إلا بطريق طعن غير عادي، فلا تصبغ على أحكام تقبل الطعن بالاستئناف. جيم: نطاق حجية الشيء المحكوم فيه. 1- من حيث الموضوع. مر معنا أن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القضائية القطعية، وهي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وللأسباب التي ارتبط بها المنطوق ارتباطا وثيقا، بحيث لا يكون له قوام إلا بها، لأنها عندئذ تكون أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتما، ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، فهي جزء لا ينفصل عنه. وقد تثار مسألة فرعية في الدعوى ويترافع فيها الخصوم، فتبحثها المحكمة في الأسباب وتفصل فيها في هذه الأسباب من دون المنطوق، فالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى المسألة الفرعية أيضا، وإن كل سبب جرت المناقشة فيه وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق الحكم، فإن قضاءها يكون نهائيا في هذا السبب مانعا من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته حجية الشيء المحكوم فيه أن يكون التقرير به واردا في الأسباب. هذا لجهة شروط الحجية من ناحية قانون أصول المحاكمات. أما لجهة شروط الحجية من ناحية قانون البينات، ونقصد فيما يتصل باتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الحكم وفي الخصومة التي يتمسك فيها بحجيته، فهي شروط التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه، فإننا نحيل بشأنها إلى المبحث الخاص بالدفع بحجية الشيء المحكوم فيه في الجزء الأول من شرح قانون أصول المحاكمات. 2- من حيث الأشخاص. لا يعد الخلف العام ولا الدائنون ولا الخلف الخاص الذي تلقى حقه من أحد الخصوم في الدعوى بعد صدور الحكم فيها، لا يعدون من طائفة الغير، فتكون الأحكام الصادرة ضد سلفهم أو ضد مدينهم حجة عليهم، إلا أنه بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، إذا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواطئ بين المدين أو السلف وبين خصمه في الدعوى إضرارا بالدائن أو الخلف الخاص، جاز لهذا الأخير سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم، والذي يؤدي بخصوص الأحكام الدور الذي تؤديه الدعوى البوليسية بخصوص التصرفات القانونية.
ننتقل إلى التمارين الموجودة في نهاية الوحدة، وهي: اختر الإجابة الصحيحة. 1- شرط الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه. A- اتحاد الخصوم بصفاتهم فقط. B- وحدة الموضوع فقط. C- وحدة السبب فقط. D- كل ما تقدم. والإجابة الصحيحة هي D- كل ما تقدم. 2- يحوز الحكم قوة القضية المقضية باستنفاد. A- طريق الطعن بالاستئناف. B- طرق الطعن العادية وغير العادية. C- طريق الطعن بإعادة المحاكمة. D- كل ما تقدم. والإجابة الصحيحة هي A- طريق الطعن بالاستئناف. نهاية التسجيل. نهاية الدرس الثالث. توقف التسجيل عند